السويد 200 سنة ولا إشي، قاعدين سلام رواق 200 سنة. أنا وصلت دقوا في الروس. روسيا مش فنلندا، روسيا بوتين. بدوا الروس دخلوا على غواصة تحت ستوكهولم، طيارة فوق ستوكهولم، غواصة تحت ستوكهولم، رجعوا التجنيد الإجباري. ولكم 200 سنة. بعدين مساكين شو لقيتهم عاملين في جزيرة قال الروس حاطين عينهم عليها. قاموا السوديين بدهم يحموها، ينزلوا عليها تواجد عسكري. قديش نزلوا؟ 40 جندي. 40 جندي هدول في روسيا بيموتوا بغرف الغيار. عنا حرب، البس اواعي لهذا. مات 40 انفت نظف ال 40 جندي لروسيا. ولك فرع ايكيا افتح بعطلهم اكثر من ايه. لا حول ولا، خلص صرنا هون. الموضوع عم بصير جدي اكثر. ما لقيتهم واللي هم بيوزعوا على الشعب كتيب الحرب. والله انا شو كتيب الحرب 200 سنة طب اروح بروح برجع. ماذا تفعل بالحرب وايش بالسويدي؟ الشعب كله فاهم الا انا. حرب مع روسيا وانا مش فاهم الخطة. طب شو الخطة؟ يعني انا وين اطخ؟ ايش اعمل؟ وين اوقف؟ الغام احمل افقع اشي، اتخبى اخبي السلاح، اود ايش اسوي؟ وين اطخ عمين؟ اعطيني هاي موقعي في الخطة. رحت قلت بدي افهم هاي حرب مش مزح. جبت الكتاب وخليت حدا يترجم لي اياه الكتيب. طلع على كيف تقتصي الاخبار، شو تخزن اكل، شو تخزن حطب، وكيف تعيش في الغابه لاشهر طويله. طلعت الخطه نهرب. خطه نهرب، الله ستر. لو ما ترجمتش كان لحالي واقف قدام الجيش الروسي. نوسج مين وانا ايش في؟ بيجي تبع الجيش الروسي بيقول لي انت شكلك مش قارئ هناك مع الشعب.